السلام عليكم، عدنا إليكم في Tuesday Talks، وضيفتنا اليوم هي فرح القيسية. في حديثنا اليوم سنتحدث عن قصتها ورحلتها مع الاكتئاب ما قبل الولادة وما بعد الولادة. و before we start، بس إذا عندكم أي أسئلة please اسألونا على الانستغرام لايف، وبنرد عليكم على آخر السيشن، أو إذا you're on Zoom please ask your questions on the chat، وإن شاء الله بنرد عليكم آخر 15 20 minutes. بليز فرح، عرفينا عن نفسك. أول شيء حابة أشكركم، أشكر الفريق في Mental Health AE في استضافتي وإعطاء الفرصة إني أشارك مسيرتي مع الاكتئاب خلال الولادة وما بعد الولادة. اسمي فرح القيسية، أم لثلاث أولاد، وعندي مبادرة اجتماعية اسمها Stutter UAE، ومنصة لمساعدة الأمهات في صحتهم النفسية اسمها Guiding Stars. ببدأ مع مسيرتي مع اكتئاب الولادة، الحمل عفوا. أول ما عرفت أني حامل كنت وايد مستانسة، كنت وايد متشوقة لهالتجربة. بس كل ما كان حد يسألني عن شعوري أو بمجرد إنهم قالوا فرح أنت حامل ما شاء الله، تيني ضيقة وأحس إن شيء ماسكني وأقول هي الحمد لله، وعلى طول أسير وأصيح. وهالشيء كان وايد، كنت وايد استغرب منه، لان جهة انا وايد داخليا مستانسه اني حامل، بس كنت استغرب ليش ما كل ما حد يسالني او اني الاحظ ان جسمي بدا يتغير اشعر بضيق، اشعر بزعل واصيح. وبدا التفكير عندي يقول أوكي أنت حامل، المفروض تكوني مستانسة، هذه نعمة من ربنا. وبدأ عندي الشك إن أنا يمكن هالشعور اللي الضيق معناته إن أنا ما أستحق إني أكون أم، أو إني لو تكلمت عنه لأهلي لزوجي بيفكرون إن يعني أدلع، يا إن وايد مهول الموضوع والموضوع سهل، أو يمكن يفكروا إن لا أنت ما في شيء بس الهرمونات. فتميت مع هالشعور تقريبا من 3 لـ4 شهور فترة الحمل، ما تكلمت فيه لا مع زوجي لا مع أهلي لا مع صديقاتي ولا حتى مع الدكتورة. بعدين ما قدرت أستحمل، كنت أتم أصيح أو إنه ما بطلع، أبتم جالسة في البيت، لين ما اتكلمت مع زوجي، قلت له أنا هالشعور اللي أنا جالسة أشعر فيه، خايفة من إني أتكلم فيه مع أي حد ثاني لأنه ما أعرف شو بيكون ردة فعلهم، ما بأسير عند الدكتورة وتقول لي أنت بس لأن أول حمل خايفة من الموضوع وما عليه عادي يعني تحملي. بعدين تكلمنا أكثر وأكثر واتفقنا أنه في زيارتي الثانية مع الدكتورة بكلمها عن شعوري، يمكن تقدر تنصحني. فعقب فترة يوم رحت وكلمتها، قلت لها أحس إن عندي تضارب داخليا، جزء مني وايد مستانس على هذه التجربة والحمل، والجزء الثاني يا أنه خايف يا أنه متردد يا أنه ما يبغى شيء ما يبغى تغير. ف
الحمد لله دكتورتي طمنتني ان انا مش الوحيده اللي امر في تجربه، ولا انه شيء يعني خارج من العاده. وقالت لي شيء ما بنسى، قالت لي ان نفس ما انت ياسه تهتمين في صحتك خلال الحمل عشان اللي في بطنك، لازم تهتمين في صحتك النفسية عشانك وعشان يعني ولدك. فغير المنظور عندي، قلت أوكي. نصحتني أني أشوف دكتورة نفسية مختصة في اكتئاب الحمل وما بعد الولادة. في الأول كنت مترددة، لأن أكبر 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 خوف كان عندي إن أهلي شو بيفكروا فيني. أنا خلاص الموضوع تكلمت فيه ويا زوجي، الحين لو كنت عند أهلي وقلت لهم إن عندي موعد مع دكتورة نفسية شو بيفكروا فيني؟ بس بعدين تذكرت الكلام اللي كانت قالت لي يا دكتور، صحتي الذهنية صحتي النفسية مهم كثر أهمية المتابعة خلال الحمل. فوافقت وحجزت موعد مع الدكتورة. والشيء اللي كان كنت يعني قبل الموعد أخاف أني أروح أسوي، أنه أوكي بصير عند الدكتورة النفسية بخبرها عن أنا كيف حاسة، أكيد بتقول لي إنه أو ما عليه نفس الكلام، أول حمل، هرمونات، أنت مش أول واحدة ولا آخر واحدة تحمل، الموضوع عادي. بس يوم رحت وتكلمت وياها وقلت لها إنه يعني ليش أنا ياس أشعر شيء، ليش أصيح على شيء أنا مستانسة عليه. ومن خلال الزيارات معها وصلنا للسبب الأساسي اللي خلاني أشعر بهالاكتئاب. وطول هالفترة ما كان لي نفس إن أطلع، ما كان لي نفس إني آكل، كان في وايد أشياء ياسة تتغير وأنا أشوفها وأشوف أن هذه مش فرح اللي كانت قبل الحمل. بعدها يوم، وهذه كانت مسيرتي خلال الحمل والفترة اللي ربيت فيها، كانت دكتورتي حاطة نفس تنويه إنه هاي ريسك، إنه بوست بارتم هاي ريسك، إنه عندي احتمالية أعلى إنه يكون عندي اكتئاب ما بعد الولادة. ليش؟ عشان اكتئاب خلال الحمل. فخلال فترتي في المستشفى بعد ما ربيت، جت دكتورتي النفسية طمنت علي، سألت أنا كيف جالسة أشعر وشي، قلت لها بخير الحمد لله. وقتها كنت صدق بخير الحمد لله، طلعت من المستشفى ومشت الحياة. بس بعدين تقريبا 4 شهور من عقب ما ربيت استوعبت شيء، استوعبت أن أنا كنت جالسة أحصل أي فرصة أني ما أتم مع أولادي. كنت يعني أطلع شيء يشغلني من لا شيء. وعقب 4 شهور وأتذكر يوم حاولت أمسك واحد من أولادي، أنا ربيت توأم، حملته وصحت أصيح أصيح أصيح، حطيته وطلعت
من يومها ل أسبوع تقريبا ما قدرت أحمل ولا حد فيهم، ما أبدا أبدا. فعلى طول كلمت دكتورتي، قلت لها أحتاج أشوفك ضروري، اليالس يستوي ما أحسه إنه صحي لي أو للأولاد. فأخذت معاها موعد ورحت وتكلمنا، قالت لي إن التحول من الحياة اللي في داخلنا ليكون حياة في إيدنا تحول كبير، وأنا الأشياء اللي تردني لموضوع الاكتئاب أو القلق هي الأشياء أو التغيرات الكبيرة اللي تستوي في حياتي. الحمل تغير كبير علي، على حياتي، على جسمي، على كل شيء، وإني أصير أم نفس الشيء. وأغلب الأوقات إحنا نعتقد إن كأم لازم من أول يوم نعرف كل شيء عن الأمومة، وهذا كان شيء ثاني بعد اللي أثر فيني. وبعدين تمت وياها ووعدتني أكثر وأكثر على أهمية إني أخذ فترة راحة، وما أخاف إني أطلب مساعدة. بعدين لاحظت شيء عقب هالمسيرة، إن نحن أنا ففرح كأم بسبب الضغوطات الاجتماعية اللي حولي أحس إن لازم ما أبين للناس أو ما أبين لأهلي لصديقاتي إن عندي أي نوع من الصعوبات إني أكون أم، وهذا يخلينا نحس في عزلة. فالحين أنا أقدر أقول عن هالكلام لأن يالسة أراجع الأشياء اللي مريت فيها، يالسة أدرك إن كنت في مكان مظلم بس ما كنت عارفة كيف أتعامل معه. ولو أنا تميت بروحي من غير ما أسير عند الدكتورة وأكلمها عن شعوري، لولا ما هي حولتني على الدكتورة اللي تقدر تساعدني في هالمسيرة، كان أنا ما قدرت أكون أم اللي تكون مستانسة، اللي تكون ما كنت أقدر أقوم في دوري كأم، لأن بكون في من شغلة في نفسي، بكون ياسة أحاول أستوعب أنا شو ياسة يصير حولي. بس الحمد لله المساعدة موجودة، الدعم موجود، المهم إن نحن ندرك إن أو نغير منظورنا للصحة النفسية بالذات المختصة بالأمومة، لأن يوم الأم تكون بخير عيالها يكونون بخير. وأتذكر يعني والشيء اللي يتم يرد في بالي كلام دكتورتي، لازم نحن نهتم في صحتنا الداخلية كثر ما نحن مهتمين في صحتنا الخارجية. الناس تتكلم، الناس دوم بيكون عندها رأي، بس
إذا خلينا رأيهم يكون له أهمية وتأثير سلبي على أعمارنا، على صحتنا النفسية، على طريقتنا في التعامل مع صحتنا، منتم في هالدائرة. نحن كأمهات كبشر مهما كان الدور اللي نلعبه، دور الأم نفس أي وظيفة، نفس أي عمل ياسين نتعلم كيف نسويه، نفس ما الطفل جالس يتعلم كيف يعيش في هذه الأرض عقب من ولد. نحن الأمهات انولدنا يوم ما الطفل انولد، نحاول نراوي عمارنا شوية من الصبر، شوية من التفاهم، شوية من الحب اللي نحن نعطيها لأولادنا، لأن كل يوم نمر في شيء حتى لو كان مكرر يعتبر جديد. نكون طيبين مع عمارنا، نكون متفاهمين مع عمارنا. منلاحظ أن لا شعوريا بدينا نكون متفاهمين وداعمين لأولادنا وللي حولنا. هذه أول مرة أتكلم فيها عن تجربتي بهالعمق مع اكتئاب الحمل وما بعد الولادة، وأبا صدق أشكر Mental Health AE لأنكم أعطيتوني هالفرصة أن أشارك قصتي، وإن شاء الله إن شاء الله إذا في أي حد جالس يمر في أي نوع من هالصعوبات خلال الحمل، أي فترة من فترات الأمومة أو أي فترة من فترات الحياة، المساعدة موجودة، الصحة النفسية مهمة، والمفروض ما نخجل من شيء اللي بيخلينا أشخاص أحسن. أنا تجربتي كانت في مستشفى الشيخ خليفة الطبي، وعندهم طاقم اللي ممكن يساعد أي حالة من حالات الصحة النفسية. وإذا أنا مش غلطانة لطيفة عندكم بعد موسوعة من الأماكن اللي ممكن يمعنا لستة كلينكس ومستشفيات اسمها directory on our website mentalhealth.ae. You click on directory بتحصلون المستشفيات والكلينكس اللي تقدرون تزورونها حق هالأشياء. Sorry كملي. الحمد لله الدعم موجود، كيفية طلب المساعدة موجودة، في عدة منصات اللي ممكن تساعدنا في هالمسيرة، بس لازم تبدأ من ذاتنا. نحن لازم ندرك إن نحتاج مساعدة، ولازم ندرك إن طلب المساعدة لا عيب ولا شيء المفروض نخجل منه، العكس شيء المفروض نفتخر فيه، لأن الناس بعدها موضوع الصحة النفسية موضوع من اللي أكثر الشيء الناس ما تقدر تفهمه لأنه شيء مش ملموس بس نشعر فيه. فإن شاء الله إن شاء الله تكون مشاركتي لها تأثير، ومن القلب أنصح أي شخص عنده أي شعور أنه ممكن يمر في قلق، في اكتئاب، حتى لو كان بسيط، ما يعني ما بيأثر سلبي لو صرنا
طلبنا المساعدة. وشكرا. صح، هالمغزى من التيوزداي توكس، ووايد منصات الحين طلعوا يحاولون يساعدون الناس، خاصة كوفيد وايد ساعدنا شوي نتخلص من سالفة الاستجما، أو إنه عيب أتكلم عن هالموضوع، لأن في وايد ناس تفاجأوا بإكسبلوجن أو مشاعر أو قلق، أو وايد أشياء أثرت فيهم فجأة، فحسوا إنه الحين أنا شو أسوي، ما أعرف شو أسوي، فشوية ديستيغماتايزد يعني. ف this is you know silver lining اللي طلع من كوفيد. Thank you so much والله، يعني صدق مو بسهل إن الواحد يشارك هالتفاصيل. Please قبل ما نستقبل الأسئلة، إذا عندكم أي أسئلة please اكتبوها في الشات أو في الانستغرام لايف إذا ياسين تشوفون. كلمينا عن your startups، عن Guiding Stars وعن Stutter UAE. إن شاء الله ببدأ مع Guiding Stars، ده من موضوع الأمومة. بدينا Guiding Stars في شهر 3 من 2020، وكنا نبقى نطلق منصة وين من خلال من يعني بسبب تجربتي مع اكتئاب الحمل وما بعد الولادة، لاحظت أن هالموضوع ما نتكلم فيه كثير، وفي وايدين يمرون فيها بس الكل متقوقع مع نفسه. ف Guiding Stars عبارة عن منصة أونلاين لمساعدة الأمهات على 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 إدراك أن اكتئاب الحمل أو اكتئاب ما بعد الولادة شيء نقدر نعالجه مع الطرق الصحيحة. وإن شاء الله خلال هالفترة يعني قبل آخر السنة بنطلق بودكاست وين بنستضيف خبراء في هالمجال، في مجال الصحة النفسية للأم، وبالإضافة لاستضافة بعض الأمهات اللي حابين يشاركون في مسيرتهم سواء كانت مع الاكتئاب خلال الحمل أو ما بعد الولادة، أو الطرق اللي هم استخدموها لمساعدتهم في مسيرة في مسيرة الأمومة. هذه المشروع الأول. المشروع الثاني اللي عندي بديته في 2013 اسمه Stutter UAE، وهو عبارة عن منصة اجتماعية وين الأشخاص اللي عندهم تأتأة أو تلعثم يتشاركون حوارات، نساعد بعض، نستفيد من بعض، والحمد لله كان لها إقبال كبير. وفي 2018 حست جائزة أبوظبي من سيدي الشيخ محمد بن زايد بسبب Stutter UAE وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، الحمد لله. بس نفس ما كان موضوع أو نحن الحين ياسين نمر فيه وين الناس بعدها ما تدرك كاملا أهمية الصحة النفسية وطرق معالجتها، كنت أحس نفس الشعور مع التأتأة، وكوني يعني شخص متأتأ من صغري كنت دوم أشعر بروحي. بس بعدين استوعبت أن في نسبة 1% من الناس في العالم عندهم التأتأة، فالحمد لله. ومن خلالها أطلقنا منصة أونلاين
لعلاج التلعثم. It's wonderful. Sorry. عندنا أسئلة. في مساعدة للغير حامل بس شخص مكتئب؟ في أكيد في. حاولنا نحن حتى قدر الإمكان كمنتل هيلث إي إن نزيد التوعية. على موقعنا حطينا معلومات بالعربي وبالإنجليزي، فتقدرين تقرين اللي يريحك، يعني عشان يعني كفيرست ستيب تشوفين شو هو، شو أقدر أسوي، وين أقدر أصير. وإذا عندك أي أسئلة ثانية تقدرين تسألينا دايركتلي على الديمز، إن شاء الله بنحاول to connect you with the right people. بس نفس ما قلنا على الدايركتري بتحصلين لستة كلينكس تقدرين تكلمينهم to reach out for help. وفي حصص في أيام أخرى مع فرح. Cute. We would love to have you again, إن شاء الله. إن شاء الله. I would love to. أكيد إن شاء الله نحن أول ما نخلص we'll edit هالفيديو وبنحطه كIGTV. فمتى ما تبون تراجعون تشوفون إذا في شيء عيبكم، تبون تطرشونه حق حد، تبون تراجعون كم معلومة، بنحطه كIGTV. وبعد we'll tag فرح، فتقدرون إذا تبون تكلمونها في شيء أو تسألونها عن guiding stars. Of course you're very welcome. ما حاليا ما عندنا أي أسئلة ثانية. I think it's because it's a heartfelt story، يعني إنه إن a therapist or something في specific questions. بس I think بنخلص early اليوم. No, that was amazing. والله حتى شيء I learned a lot الصراحة. والله وايد وايد استانست، يعني I feel like إن شاء الله إن شاء الله هالفيديو يوصل وايد ناس، عشان صدق في وايد moms يعني يعانون بروحهم، عشان صدق إنه يخافون إذا أنا قلت إن أنا ما أقدر مثلا ما أقدر أدق ولدي أو بنتي، أو أنا ما أقدر، يعني يخافون إنه أو بيشوفوا إن أنا مب أوكي، بيقولون هاي مينونة، يعني في وايد 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 أشياء سمعتها شيء what's very sad. بس المشكلة إن 40% 40% من الأمهات يعانون من postpartum depression اللي هو اكتئاب ما بعد الولادة. ف reach out please، طلبوا المساعدة نفس ما قالت فرح. كل يعني كل كلينك ابدوا على الأقل بأنكم تكلمون دكتورتكم النسائية gynecologist. هي مشكلة الاكتئاب بعد الحمل لكل النساء، هو مش كلهم بس في وايد، يعني وايد نسبة كبيرة، يعني 40 إلى 50% نسبة وايد كبيرة. وبعدين سوري بس على السؤال اللي توا يا إن لو لكل النساء في فترة من عقب الولادة لتقريبا أسبوعين لثلاث أسابيع، هالفترة أغلب النساء صح يمرون في حالة اكتئاب أو يسمونه البيبي بلوز، هالفترة لأن الهرمونات تتعدل وتتغير وشي. بس لو بدأ الموضوع يأثر على حياتنا اليومية، تأثر على مدى طويل، تم معانا أكثر من شهر شهرين وإحنا بنفس الشعور، فهذه اللحظة لازم نقول أوكي أحتاج مساعدة، أحتاج أكلم أخصائي. هي بالذات في هالأوقات. أنا في جزء بعد توني أتذكر أني ما تتكلم عنه. تكلمي بليز. تقريبا 5 شهور عقب ما ربيت الحمل الأول حملت مرة ثانية، فكنت يا دوب طالعة من أوكي بديت أحس أني ماسكة عمري وقادرة أني أكون أم، وطلعت من حالة الاكتئاب اللي كنت فيها ورديت مرة ثانية حامل. كان شعور طبعا يعني الحمد لله اني يعني حملت، بس بنفس الوقت قلت انا شو بسوي، توني جالسة اعالج اللي انا جالسة امر فيه ومريت فيه مرة ثانية. وادركت ان الحمد لله نحن نقدر نكون شاكرين للنعمة، نقدر نكون
مقدرين ثمن النعمة اللي احنا فيها، سواء حمل أو صحتنا أو حياتنا اللي هو، بس ما ياخذ من انه بنفس الوقت ممكن نشعر بخوف، باكتئاب، بقلق. الموضوع ممكن راح أبغى يصير. أسأل، يوم حملتي المرة الثانية هل مريتي في نفس التجربة ولا كانت غير عن أول مرة؟ كان مريت في حمل الاكتئاب، اكتئاب الحمل سوري، بس ما كان ضغطها علي نفس أول مرة، لأني في أول مرة عالجتها. في المرة الثانية بعد صرت عند دكتورتي النفسية، دكتورتي النفسية عسب أكلمها على الموضوع، بس لأني فهمت كيف ممكن أطلع نفسي من الدائرة اللي أنا كنت فيها. عرفت كيف أطلع عمري من يوم كنت وايد مكتئبة، أغصب عمري أني أطلع، أغصب عمري أن أسوي شيء اللي أعرف بيساعدني، بس أنا مالي نفس. لا بس ربيت تقريبا في فترة، أول فترة كوفيد بشهر 3، فكانت كان الموضوع يعني يخربط لأنه أوكي أنا ربيت الحمد لله، أنا والبيبي بخير، بس أهلي ما قدروا يشوفوا البيبي، ما قدروا يشوفوني. يعني الحمد لله كنت، يعني كان زوجي وياي، كان أولاد وياي وشي، بس واحدة من خواتي وأخوي مثلا ما شافوا ولدي لين يمكن كمل 5 شهور. بس كنا مقتنعين إنه لصحة الجميع. سويت كم من سيشن أونلاين مع دكتورتي بعد الولادة، استفدت. وكل ما أفكر إنه كم واحدة ممكن تمر بنفس التجربة اللي أنا مريت فيها، بس ما عندها هاد الدعم الأسري اللي حولها، أو في فترة الكوفيد مهما كان نوع الدعم قل. فأحس الموضوع جدا جدا مهم إن نطلب المساعدة، حتى لو كان بداية الموضوع إن تكلمنا مع حد، تكلمنا مع أهلنا، مع صديقاتنا، مع اللي حولنا، عشان نشوف نحن كيف نقدر ناخذ الخطوة اللي بعدها في طلب المساعدة. Again, thank you for sharing. Thank you. again, oh my God, أحس كنت بقول شيء ونسيت. Okay, yeah. Guys, please, إذا أنت ياسين تمرون في شيء، إذا حابين تعرفون زيادة عن عن اللي تو تكلمنا عنه، you can visit فرح's page, Guiding Stars. أكيد بنحب نسوي لهم تاج. Sorry. عندنا كومنت معك حق، خاصة التجربة للطفل الأول، المجتمع ما يفهم الأعراض صح. فبليز إذا ياسين تمرون في شيء لازم تعرفوا إنه you're not alone. في وايد غيركم يمر في نفس هالمرحلة، وما فيها شيء لو طلبت المساعدة، وايد مهم هالشيء. وإذا ما تبون تقولون حق أهلكم لأي سبب كان، على الأقل أنتوا بروحكم go see a therapist، يعني يصيروا تشوفوا أخصائي على الأقل عشان شوي بس تتنفسون، يعني تحسون إنه في hope، في escape، في حد يساعدكم. ف it's very very important please. بس وايد أبعد هالشيء، أبعد وأزيد، لأن وايد صعب تقنعين الأمهات إنه
صح أنا it's okay if you need help. والله سوري وايد أحاول أهتم على العربي. صح جون. أتذكر يوم في أول مرة، يعني عقب ما خبرت أهلي إني صايرة أشوف دكتورة نفسية على نفس الموضوع اللي الحين كنا جالسين نتكلم فيه، قالت لي ليش أنت بخير، ما في شيء عادي. قلت لها أوكي عادي، أنا حابة أسوي فحص تشيك اب. نفس ما نصير نسوي فحص دم، نطمن على الفيتامينات ولا نفس الشيء. قلت لها ما فيني شيء، الحمد لله على الأقل عرفت إنه ما فيني شيء، ولو فيني شيء أقدر أعالجه. صح، إذا تميتي تنكرين هالشيء ما بيفيد حد يعني. بالضبط بالضبط. و نحن يعني طول ما، يعني ما أعرف ليش وكيف بدأ الموضوع، بس نشعر كأمهات إنه إحنا المفروض ما نكون، يكون شيء سلبي أو غير فينا، لازم نكون perfect دوم، She's لازم super يكون mom. عند هي. وهذا شيء ثاني، يعني شوفي ترى مفتح موضوع لموضوع لموضوع، بس هذا الشيء الثاني اللي يأثر على نفسية الأم، المقارنة، أو يشوفون ربيعاتهم مثلا، ربيعاتهم مش متزوجات أو ما عندهم عيال، طالعين عايشين حياتهم، يطلعون يستانسون يسهرون، والأم جالسة في البيت جالسة يعني عند عيالها وشي، بتتم تقارن، بعدين تدرك أنه أوه أنا ما أقدر، أو أنا. فيوم تصيرين وتشوفين دكتورة مختصة في الموضوع، تعطيك نصائح وإرشادات على كيف نقدر نشوف شيء من دون ما يأثر على نفسيتنا، لأنه وقتها إحنا ما بنكون بخير حقنا، وما بنكون بخير حق عيالنا. صح، لازم نهتم في نفسنا قبل ما نهتم في، ما أقدر أقول عيالنا عشان أنا I'm single. بس صح كلامك، يعني ما نقدر نهتم في غيرنا إذا ما اهتمينا في نفسنا أول. أعتقد وصلنا إلى نهاية حديثنا اليوم، نهاية الويبينار. Again حابة أشكرك، thank you so much for being brave وشاركتي ويانا هالقصة. ما أعرف لو كان هالشي سهل أو صعب عليك، بس أحس شي it's weird to be vulnerable، فاهمة؟ ف thank you so much، والله إن شاء الله يكونوا في ناس استفادوا من هالحديث، and please repost، please فيدوا اللي حوالينكم، حاولوا تنشرون الوعي ويانا، it's not easy، نحتاج as much support as we can get، و thank you so much. شكرا، We thank will you. repost and we will tag Farah. فإذا عندكم أي أسئلة تبون تكلمونها في شيء please reach out to her. Thank you so much. شكرا، thank you. إن شاء الله we'll have you again soon. إن شاء الله، I would love to.